محاضرة اليوم هي المحاضرة الأخيرة لمحاضرة شرح بسيط أو مقدمة بسيطة about forensic dentistry أو نسميه forensic odontology. بالبداية كتعريف لهذا المصطلح forensic dentistry is the branch of science deals with the investigation and collecting evidence for law and judgment. كلمة forum معناها court of law، يعني هي جاية من ال من ال يعني لها علاقة بالتحقيقات الجنائية. Forensic dentistry هو الشيء اللي احنا الفرع من الدنتستري او التخصص اللي راح نستفيد من عده في collecting of evidence for law and judgment. استخدامات الفورنسيك دنتستري: non-criminal identification، يعني نتعرف على الاشخاص في حالة يعني ماكو جريمة معينة، وانما مثلا disasters، مثلا يعني الكوارث، حوادث. نتعرف على الشخص by race, gender, age. ممكن انه يصير فد comparison post-mortem and anti-mortem data، يعني نقارن بين البيانات اللي هي قبل الوفاة وبعد الوفاة، ونتعرف على ظروف الحادث او الشخص ال victims. criminal identification هاي طبعا يعني في حالة وجود جرائم معينة، نحتاج اكثر شيء نستخدم ال bite marks injuries and نستخدمها in the cases of abuse، يعني الاعتداءات for example child abuse or any types of abuse. Why teeth in forensic؟ ليش احنا نعتمد على الodontology in forensic؟ يعني نعتمد على الأسنان في كثير من ال investigations or collecting or in the collection of evidence. النقطة الأولى human body ages in a similar manner، يعني احنا يعني مكان الأسنان development of teeth eruption of teeth تقريبا هي نفسها، فممكن انه نتعرف على the age of the person from the teeth. Each human has an individual set of teeth، يعني setting of teeth تختلف من شخص الى اخر، ويعطينا فد indications هواية عند crowding، عند spacing، اسنانة كبيرة، اسنانة صغيرة، كل شخص عنده setting of teeth يختلف وال shapes of teeth تختلف. النقطة الثالثة teeth withstand trauma، يعني الأسنان في حالة إذا تعرض الشخص إلى chemicals, heats, غرق, dryness، تبقى الأسنان هي محافظة على شكلها وعلى السيتنج مالتها. النقطة الرابعة أيضا teeth is a source of DNA from the pulp chamber، نقدر نحصل على ال cells for the DNA assessment from the canals, radicular canals. أيضا هي source of for the DNA assessment. أيضا the restoration of teeth remain intact، يعني تشوفون هاي الصورة for المريض يعني قبل الوفاة X-ray وبعد الوفاة، والتشابه الكبير بين ال fillings and the teeth، فممكن أنه هذا يكون يستخدم يعني for the identification of the person. Any dental treatment crowns, extraction, bridge, fillings, root canal، كل هاي التريتمنتس هي تعتبر good indication for the assessment of the age determination. بالبداية the stage of development of child teeth، هذا كلش مهم، واحنا عرفنا واخذنا بال محاضرات السابقة the time of eruption, the time of exfoliation, the time of eruption of permanent teeth، كلها تكون في وقت محدد وتنطينا good identification for the age of the child.
wear pattern of the individual، يعني بعمر معين احنا يعني عادة نعرف انه بعمر معين يبدأ عندنا الدنتال وير يكون more obvious، فايضا نقدر نتعرف على ال aging in the teeth ينطينا indication for the age of the person. ايضا الفورميشن اوف سكندري دنتين اللايرز كميه الموجوده بالتيث ايضا تعطينا انديكيشن فور ذا ايج. ويزدم توث بيريدنتال ستاتس ايش وقت يصير بها ايجينج، من يكون عندنا كرونيك بيريدنتايتس ايضا نقدر نحدد من عندها نعطينا فد يعني تحد فد رقم قريب لعمر الشخص. ايضا عندنا race determination. human البشر عندهم 3 races يعني بصورة عامة، او يكونوا مكستشر بين يعني اكثر من race معين، الكوكازويدز والمنغوليانز والنيغروز. شكل كل race عندهم صفات معينة هي تكون الشائعة وال يعني جينيتيكلي يبدون يعني تكون موجوده يعني ان نيو جينيريشنز، شكل المولرز، الكاسب، سكال شيب، شكل الجمجمه. ايضا هنا نقدر يعني تختلف بين ريسز. اذا ناخذ على سبيل المثال التشاينيز يكون عندهم وايد ارشز and 5 cusp third molar، هذه يعني مميزة عند الشاينيز. Europeans بالعكس يكون عندهم narrow arch وعندهم الكسب of كارابولي يكون شائع بالأسنان مالتهم، يعني أكيد تعرفون الكسب of كارابولي واخدتوا صف أول، يكون يعني أكثر شيء in the Europeans. Negroes مثلا عندهم large teeth وعندهم صفة معينة بالأسنان، الانسايزرز نسميها شوفل شيبد انسايزرز، يعني مثل السكوب شيب، مثل اذا تشوفون هذه الصوره تنطينا شكل الشوفل شيب مثل الشفل، يعني احنا مثل ما نقول شوفل شيبد انسايزرز. جندر ديترمينيشن، اكيد اخذتوا بالاناتومي جنرال اناتومي هيومن اناتومي صف اول وثاني عن الاختلاف ال between male and female in يعني in bones، شكل السكال يختلف، اكو علامات فارقة بين شكل السكال in the male and the female. ايضا البيلفيك خاصة after puberty يختلف، اضافة الى انه يعني بعض الانديكيشنز اللي هي تفيد تكون بسيطة للتعرف بين الميل والفيميل، خاصة إذا كانت مثلا البودي محترق وما باقي بس فقط البونز. هو من الـ DNA analysis أحد الجينات اللي هي الأميلوجينين، هذا اللي one of the proteins responsible for the secreted from the amyloblast of the enamel. This gene is located on the X and Y chromosome in the human. فبالتالي إنه الشخص الفيميل يكون عندها 2X and 2 identical gene، بينما الميل يكون عنده 2 non-identical genes، واحد على ال X and the another on the Y. In gender determination ايضا اكو بعض الاختلافات بين between males and females، but this differences يعني مو كلش يعتمد عليها، منها انه ال teeth of males greater quantities of dentin يعني than female، بينما ال female عندها thicker enamel. ايضا الاسنان تكون اكبر بالميل than the female. هذا الاختلاف مو كلش يفيد، لانه اكو يعني differences between population، يعني ممكن هو يعني عادة يكونون لو نقارن بين another population ما يعطينا good indication.
بايت ماركس هذه من الأشياء اللي يعني commonly used in forensic dentistry، خاصة in criminal investigations. ممكن يكون المارك on the skin or on the food or any on the object on the victim whatever، كلها تفيدنا بال in the يعني forensic dentistry. Analysis of the bite يعتمد على different factors، منها شكل ال curvature، يعني شكل ال bite curvature of the bite، هل هي مثلا avoid elliptical، يعني تنطينا هذا أول انطباع عن شكل ال impression of the teeth. Number of teeth اللي موجودة، the horizontal and the vertical diameters، depth of the depression، distance between teeth، يعني إذا أكو spacing or crowding، أيضا orientation of teeth، هذا سن متقدم سن متأخر، ترتيبها، كل سن ينطينا طبعة معينة، مثلا الانسايزر السنترال انسايزر يكون المارك مالتها ريكتانجولر، هذه كلها تنجمع تنطينا يعني معلومات عن شكل الـ impression of the teeth للشخص المشتبه به. In the bite marks analysis، يا اما ياخذون conventional picture or digital، يستفيدون ايضا ياخذون swab for the skin and مكان الطبعة for the DNA analysis، وممكن أيضا يأخذون يعني طبعة لل bite for the victim and suspect، يعني للشخص المشتبه به نأخذ له طبعة حتى نقدر نقارن بينها وبين ال bite اللي موجودة على الضحية. نجي للطبعة، الطبعة طبعا إذا كانت ديجيتال ممكن إنه تدخل ببرنامج خاص يحول الطبعة إلى ينطينا فد يعني شكل مقرب للشخص المشتبه به، يعني يرسم impression لشكل الأسنان، يعني ينطينا ال replication of the bite marks. بنفس الوقت احنا يعني من عندها نقدر ناخذ قياسات معينه من هذه الصوره from the computer، ناخذ طبعه للشخص المشتبه به ونقيس اللي نسميه odontometric triangle method، هذه المثلث اللي هو من الميد لاين الى التيب اوف ذا كانينز، ناخذ هذا المثلث، هذا قياسه يكون ينطينا good indication، يعني يكون هو مميز لكل شخص، قياسات هذا التراينجل الزوايا مالته هذا يعني good indication. ممكن انه الطبعة نفسها تنحط على البيكتشر او على الفيكتيم، ونسوي يعني مطابقة between the impression and the bite marks. degree of the bites، هنا عندنا بعض المصطلحات اللي قد تسمعون بيها، كل واحدة من عندهم تنطي يعني لها يعني معنى معين. الهيموريج يعني معناها bleeding spots، هاي تعرفوها. من نقول abrasion يعني معناها undamaged skin، يعني مثل ما نقول يعني ما صار عندنا incision، ما صار عندنا يعني injuries. contagion يعني معناها ruptured bruises، يعني ازرقاق صاير بالسكن. laceration هنا torn in the skin، بينما الانسجن معناها نيت بونكتشر، يعني اكو فد ستريت خط يعني بونكتشر مرتب، يعني شيء عدل، قطع عدل ستريت ان ذا سكن. افولجن معناها ريموفال اوف ذا سكن، قطعه يعني ريموفد فروم ذا سكن. ارتيفاكس يعني معناها اكو بيس اوف ذا بودي انقطعت اثناء ال Factor affecting the accuracy of the bite، هنا طبعا يعتمد على مكان الطبعة،
مكان الدمج اوف ذا سوفت تيشو التايم الى ان يبدون يسوون اناليسز، يعني ممكن اذا تاخر الوقت يبدي يصير عندنا هيلينج بالسكن، يعني وبعدين ما راح نقدر نعرف نعطي جود يعني امبريشن فور ذيس بايت. اند ذا تكنيك يوز ان ذا بايت ايدنتيفيكيشن، وهسه اكو تقنيات حديثه هوايه يقدرون من عندها ينطون جود ايدنتيفيكيشن فور ذا بايت ماركس. النقطة الأخرى من اللي تفيدنا in the identifications هي lips print. إذا تشوفون هاي الصورة عندنا يعني types of lips print، كل نوع لفد رسم معين أو print معينة. طبعا ال print هي تشبه الفينجر print، يعني unique for each person. وكمصطلح مصطلح عندنا نسميه تشيروسكوبي اللي هو ينطينا التكنيكس that deals with the identification of human according to the lips print. ايضا مصطلح اخر عندنا الروجوسكوبي اللي هو الايدنتيفيكيشن، يعتمد هنا على الروجي اريا اللي ممكن تتحسسوها بالتانج اللي موجوده in the anterior part of the palatal mucosa behind the incisive papillae. ايضا هذه تكون يونيك فور ايتش بيرسون وتفيدنا اكثر شيء ان ذا ايدنتيفيكيشن، او تفيدنا بالايدنتولست بيرسون، وخاصه اذا كانت عنده طبعه مثلا قبله او بعده، المقارنه بيناتها وهذا البرنت موجوده يعني تزيوس. تانج برنت also it is unique for each person، حجم التانج، الشيب مالته، التكستشر. إذا كانت عندنا post and anti mortem photograph and impression for the tongue, it is actually useful in the identifications. آخر شيء عندنا مصطلح عن المصطلح اللي نسميه post mortem pink teeth. بعد الوفاة يبدي يصير عندنا accumulation of blood in the or blood products in the dentinal tubules. فتصير النيك اوف تيث او منطقة السيرفايكل اريا اوف ذا تيث لونها بينك، لونها وردي. هذا الشيء يصير يعني بعد حوالي اسبوع او اسبوعين فروم ذا ديث، وبعدين تبدا يعني البيكتشر تتغير. فاذا وجود هذه البيكتشر، وجود هذا اللون البينك ان ذا نيك اوف ذا تيث، ينطينا انديكيشن فور ذا تايم اوف ديث. يعني نتوقع انه يكون الوفاة صارت حوالي يعني خلال اسبوع او قبل اسبوع او اسبوعين كحد اقصى. Thank you very much. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونشوفكم بالمرحلة القادمة.